هسه عندي اليوم lesson 7 الدرس السابع learn English in the UK. هذا إعلان من جامعة Birchwood International College كلية Birchwood الدولية لتعليم اللغة الإنجليزية اللي هي في بريطانيا، ومسوي إعلان فيريدني الإعلان بها فراغات أعبي الفراغات من هالكلمات اللي عندي فوق بالبوكس. هالكلمات مهمة جدا، هي هالكلمات مهمة ولازم أعرف شلون أعبيها بالفراغات حسب المعنى. كلمات عندي accommodation معناها السكن، advice نصيحة، canteen حانوت صغير أو نادي صغير، courses دورات، experience هي معناها خبرة أو تجربة، بس هنا أنا جاي بفعل موقعها فعل بمعنى يجرب. experienced هنا صفة بمعنى ذو خبرة. hostels أقسام داخلية للطلاب. level مستوى أو مرحلة. locations مواقع. staff كادر التدريسي أو كادر العمل. suit هنا جاي فعل بمعنى يلائم أو يناسب. return يرجع أو يعود. الإعلان learn English in the UK at Birchwood International College. We have colleges لدينا كليات in 24 different في 24 مختلف. شنو المختلف؟ locations 24 موقع مختلف. across the country عبر البلد أو في كل أنحاء البلد. choose a busy city ممكن تختار أنت موقع المدينة المزدحمة. where you can enjoy shopping ممكن تتمتع بالتسوق. eating الأكل eating out الأكل في الخارج. and night life وحياة الليل. or opt اختصار option معنى اختيار. for a village in the English countryside أو اختيار تريد أنت موقع القرية في نعم in the English countryside في الريف الإنجليزي. where you will enjoy beautiful surroundings حيث تتمتع بالبيئة الجميلة. lovely walks التنزه الجميل. and a slower pace of life وخطى الحياة البطيئة. All our teachers are qualified. كل مدرسينا مؤهلين بشكل جيد. And highly هسه أريد صفة highly experienced ذوي خبرة عالية. Classes are small الصفوف صغيرة. Which means that you will be sure معناه رح تكون ضامن of a high فراغ of individual attention. Individual attention يعني التركيز الفردي. إذا a high level مستوى عالي of high individual attention. Our courses دوراتنا which run throughout the year واللي تكون على مدى السنة are tailored مصممة to your needs حسب رغباتك. And our friendly من هم الفريندلي الودودين our friendly staff الكادر الودود مالتنا are always on hand دائما حسب الطلب to offer ليقدموا لك expert الخبير شي يقدموا لي بالنسبة للخبير advice نصيحة الخبير. Choose from courses أنت اختار من الدورات of 1 week to 3 months duration أقل شيء أسبوع وأكثر شيء 3 months 3 أشهر. We offer نقدم لكم a choice of accommodation اختيار السكن to هسا أريد فعل هنا to suit ليلائم your needs طلباتك. If you choose homestay فإذا تختار السكن مع عائلة إذا you will stay in an English home رح تقيم في بيت إنجليزي مع عائلة إنجليزية. Which means هذا معناه you will have the opportunity سيكون لديك الفرصة to أيضا يجي وراها فعل هنا الفعل experience لتجرب. Family life حياة العائلة in Britain. You will also be able to practice أيضا سيكون لديك القدرة على ممارسة your English الإنجليزية in the evenings في المساء يعني مع العائلة. In 12 of our locations ب 12 واحد من مواقعنا you can choose residential accommodation يمكنك اختيار سكن ذو إقامة. شون يعني؟ We have our own students أكو أشياء خاصة بالطلاب اللي هي شنية سكن الطلاب يعني القسم الداخلي. We have our own students إذن hostels where we can offer حيث نقدم لكم comfortable فشي مريح شي يقدمونا accommodation سكن مريح in single rooms في غرف منفردة. Breakfast is provided الإفطار أيضا نزودكم به and students والطلاب can buy other meals ممكن أن يشترون بقية الوجبات in the on-site منين نشتريها من الكانتين من النادي أو الحانوت الصغير.
حسب الموقع اللي هو بالموقع on site. Download an application form, حمل استمارة التقديم from www.birchwoodcollege.org.uk and وبعدين return it, رجع لنا إياها with a recent passport photo, صورة جواز حديثة in Birchwood International College على هذا الرقم. في lesson 7 في كتاب النشاط عندي هذا استمارة كأنما واحد يريد يسافر إلى لندن للدراسة إلى بريطانيا للدراسة في هذه Birchwood International College، وهذه استمارة ينطوهي للسكن مع عائلة، هذه خاصة إذا حبيت أن تسكن مع عائلة، إذا ينطونها الاستمارة لمعرفة المعلومات. بالبوكس عندي هاي الكلمات أستخدمها اللي بالفراغات من 6 إلى جوة. Allergies مكتوب معنا حساسية. Details تفاصيل. Dietary حمية أو طعام ذو حمية. Medical طبي. وPermit يسمح. يريد بالفراغات من 1 إلى 5 أكتب معلوماتي الخاصة. Title العنوان، عنوان يعني مو عنوان السكن وإنما لقبي، الأتلقب بي، يعني أنا مثلا Mrs، الطالبة Miss، الطالب مستر، هيك شيء، اللي عنده شهادة دكتوراه دكتور، اللي عنده شهادة ماجستير ماستر، وهكذا. هذا هو التايتل. First name اسم الأول، Family name اسم العائلة، اللقب هيك شيء، Date of birth تاريخ الميلاد، وجندر الجنس يعني ميل أو فيميل. الفراغات الجواها هنا معلومات، يقول if you answer yes to any of the questions below please give، إذا تجاوب يس على أي واحدة من الأسئلة في الأسفل رجاء تنطيني details تفاصيل. Do you have any special فراغ requirements، هل لديك متطلبات خاصة اللي هي شنو؟ Dietary، dietary متطلبات حمية خاصة، yes or no. Do you have a فراغ condition، هل لديك حالة، حالة شنو؟ medical طبية، yes or no. Do you have any، هل لديك أي شنو؟ allergies حساسيات، yes or no. Do you smoke، دخن، yes or no. Please note ملاحظة، most private homestays معظم المقيمين مع العوائل do not، لا شنو، permit، لا يسمحون smoking indoors بالتدخين في داخل البيت.